مرحبا بكم، مرحبا بقناة السفيرة 24 المغربية في تونس. فرحانين بوجودكم ياسر. أنا عادل رابح، ممثل ومخرج مسرحي من تونس. قمت بدور الفلاح في مسرحية زوم، الفلاح اللي أعلنيته نية طيبة يسمع في دكتور جاي باش ينمي ويطور الفلاحة في الموطن تاعه، لكن في الاخر يظهر الدكتور انه باش ياخو القمح نتاع البلاد هذه، البلاد التونسية اللي هو يتزرع ويزيد يعاود يتزرع مرة أخرى، لكن باش يعطينا هو بذور مهجنة، بذور هجينة، بذور اللي نزرعوها مرة بركة، نزرعوها مرة بركة وما تعودش تزرع. نولوا هما باش يعطونا المرة الأولى، يعطونا البذور مجانا، ومن بعد نتلزوا ان نولوا نشروا من عندهم البذور. ما عندناش بذورنا الخاصة اللي هي سيخذوها هما، اما نولوا نستعملوا كان في البذور الهجينة نتاعهم، نولوا نستوردوا في البذور نتاعهم اللي نزرعوها ونستهلكوها ونزيدوا نستوردوا من عندهم. إذن يولي استعمار غذائي، يولوا هما ما عادش استعمار نتاع حرب وباش يحاربونا وباش يضربونا بالسلاح، لا، ولا استعمار غذائي، يجوعونا في الاخر. يلزمنا احنا نكونوا تحت رحمتهم، هما احنا كنجوعوا نطلبوا منهم هما باش يوكلونا، ما يعطوناش نبقوا للشر. ومرحبا بكم مره اخرى.